كانت سلمى تملك قلبا يمتلئ بحب وبخير، تأخذ خبزا بعد الأكل تلقيه لسمك في البحر، فرأت صيادا قد حضر ألقى وسط الماء الشبكة، وانتظر قليلا أخرجها يا للروعة ملئت سمكة. ذهب سريعا نحو السوق، باع الصيد وكسب المال، أحضر خبزا أحضر لبنا كي يطعم زوجا وعيالا. رجعت سلمى رأت الأمة قد طبخت وأعدت سمكة، أكلت حمدت رب الكون والباقي للقطة تركة. تلك القطة أكلت شبعت وتبقى شيء قد فضل، جاء النمل وحمل الباقي. فرأت سلمى هذا النمل، قالت سلمى يا أمه ما أجمل ترتيب الكون.